وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ما الجماعة قرأوا سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اليوم هو يوم الجمعة وجمعة مباركة لجميع المسلمين. تواجد الحين جنب المسجد وإمام هذا المسجد هو يعني في كل زاوية تلقى مسجد، هذا مسجد إمام، هذا المسجد هو إمام جزائري وكاين هذا المسجد، ومن الجهة الثانية كاين هذا المسجد وكاين هذا المسجد، وهذه سوبر ماركت يعني جاية جنب البيت، سوبر ماركت اللي هما يقولوا لها بقالة، يعني مكتوبة هنا البقالة الأكثرية اللي موجودين داخل هما من الجنسية البنغالية أو الهند، وعندهم هكذا دراجات، هذه الدراجات يستعملهم للتوصيل، يعني في المنطقة هذه أي شخص يعني محتاج حاجة يتواصل مع البقالة عن طريق هذا الدراجة يوصل الطلب تاعها. مثال الشخص يعني يجي يشري الماء كيما هذه، يعني ما يقدرش يرفدها، يعني إذا كان المنطقة تاعو بعيدة شوية. وش يبيعوا فيها؟ الموز. How are you good؟ هما الأكثر يا كامل يتكلموا العربية. وفي المساحة هذه كاين هذا الملعب اللي خدموه الهنود أو البنغال، ملعب كرة الطائرة، لأنهم يشتوا كرة الطائرة وأفضل لعبة اللي عندهم هي الكريكت، يعني من الجهة الثانية عندهم ملعب للكريكت، وهذا هو ملعب الكريكت، اللعبة المفضلة لدولة بنغلاديش. المنطقة هذه داروا الحديقة هذه، يعني العوائل اللي ساكنين هنايا يجوا هنا، يعني منطقة محروسة، يعني حاجة مليحة. صاحب اللي دار هذا المشروع الله يجازيه خير. والماء بارد. هذه المحطة تاع الباص، يعني يفوت منها الباص، يعني إذا تحب تروح يعني المحطة تاع المترو، الناس اللي يجي جديدة ولا ما تحبش يعني تصرف دراهم بزاف تستعمل الباص، فقط يعني لازم تنزل تطبيق اسمه تطبيق كروة يعني بالمجان، لأنه لما تدخل داخل الباص يعني لازم تعمل سكان، يجي فيه باركود تعمل سكان بالمجان ويوصلك حتى المحطة تاع المترو. وإذا تحب يعني تعمل جولة في المنطقة هذه وخاصة في قطر، يعني تقريبا في كل مناطق تلقى هكذا روتينات يعني يحطوهم على جنب، فقط يعني طريقة الاستعمال، أول حاجة لازم تنزل التطبيق الخاص بها، اسم التطبيق هو فالكو. أول حاجة لما تنزل التطبيق هما حطوا لك هنا الأسعار، 29 ريال نص ساعة و49 ساعة، 99 ساعتين و149 أربع ساعات، ما عليك إلا تعمل سكان لهذا الباركود ويطلع لك، تطلع لك يعني التطبيق وتستعمل التطبيق باش تمشي هذه الروتينات. والحاجة اللي عجبتني هنايا أنه كثير يعني في البيوت القطريين عندهم واحد الحاجة يديروها خارج، يعني جنب المنزل مجلس، يعني مجلس هذا يحطوه يكون خارج البيت، يعني لما يجوا ضيوف أو أي شخص يعني يستقبلوه داخل هذا المجلس. وحتى في المنطقة هذه كاين مسجد. يعني الحاجة اللي عجبتني هي نظافة المكان. وهذا هو الباركينج، وهذا إذا كانت سيارة العلو تاعها أكثر من هذا يعني ما تقدرش تفوت لداخل. المنطقة هذه اللي رانا فيها هي منطقة يبيعوا فيها الملابس، وكل هذا الملابس صنع الهند، يعني أسعار متوسطة لكن النوعية نوعا ما يعني ناقصة شوية، لأن صاحب هذا المركز التسوق هو هندي. العوائل اللي عندهم مثال أولاد صغار كيجوا هنا يتقضوا، يدوا واحدة كيمن هذه وليدهم الصغير يركبوه هنايا وهنا يحطوا الاغراض تاعهم. هي حجم صغير حجم كبير. هي شوفوا في كل مراكز التسوق الحاجه اللي يحطوها في الوسط هكذا هما يديروا لها تخفيض، وخاصه هذه السعر تاعها هنايا 15 ريال في الوقت الحالي 10 ريال، يعني هذه ب 10 ريال، يعني السعر تاعها بالدينار الجزائري تقريبا يعني 59000 ولا 60000 دينار جزائري، ريت لو نص السعر تاعها ب 10 ريال، يعني هذه 59000 دينار جزائري، طروا لتر يعني ثلاثة ريتلات بسعر 88500 دينار جزائري، يعني بالريال القطري كان السعر تاعها 25 في الوقت الحالي 15 ريال. لحم مرح يعني كما نقولوا احنا فيون داشي، والأسعار 21 ريال 20 26، يعني الكمية كما هذه الكمية يعني تقريبا نص كيلو ب 20 ريال، تقريبا 21 ريال، يعني تقريبا نقولوا 110 دينار جزائري. كاينه هذه 23 ريال قطري، الوزن يعني تقريبا 600 غرام، والسعر تاعها يعني بالدينار الجزائري 135000.
البلد نيوزيلندا، وهذا تاع الهند يعني 700 غرام 20 يعني تقريبا 110 دينار جزائري 20 ريال. لحم جاموس هندي تقلي يبيعوا فيها اللحوم البيضاء الأسماك. هنايا السردين الكيلو 7.7 42 ألف درهم. وهنايا كاين الروبيان الكروات بسعر 72 يعني غالي بزاف. وهنايا سمك السلمون، هذا هو السمك السلمون، هذا السمك يعني غالي ثاني يعني كاين بزاف أنواع. نصور لكم فقط الأنواع هذو، يعني الأسعار تختلف بالطبع. كاين واحد الاسماك حبيت نصورها معكم، خاص كاين بزاف ناس ما يعرفوهاش. هذا سمك مجفف، يعني الاكثريه اللي ياكلوا هذا السمك هما الهند وبنغلاديش وسريلانكا، يعني هذه الجنسيات. كاين هذا النوع وكاين هذا النوع وكاين هذا البلد سريلانكا. وحتى الروبيان يعني الكروفات حجم صغير مجفف الاصل سريلانكا. وكاين هذا السمك حلويات هندية، هذه مخدومة بالتمر، هذه مخدومة بالحليب، كاينة هذه، يعني هذا كامل يعني حلويات هندية. أنواع العصير الطبيعي، عصير برتقال، الجزر، ليمون، النعناع، عصير مانجو، عصير التمر، عصير العنب، الأناناس، فاكهة البابايا، فاكهة اسمها جاك فروت، البلد تايلاند، فاكهة المانجوستين. شوفوا كيفاش دايره. وهذه الفاكهه هي الاناناس، لكن الشكل تاعها مختلف. حاجه اللي استغربت منها هي التين الذهبي، البلد منشأ امريكا، يعني اللون الذهبي هذا تاعو اللي عطى له هذا الاسم، لكن الكميه هذه صغيره والنوعيه هذه اللي ما عجبتنيش انا بصراحه. السعر تاعها بالدينار الجزائري هي 165 دينار جزائري. الاسعار يعني الكيلو 8 ريال 5 ريال 9 ريال. وكاين هذا النوع تاع التفاح اللي هو تفاح تركي، الداخل تكون بهذا الشكل. الاسعار 7.5 ريال. البطاطا السعر تاعها 2.5 ريال، يعني تقريبا 15000 دينار جزائري. وكاين هذا النوع اللي ما على باليش واش هو، البلد سريلانكا، الاسم تاعها بابيوكا، وهذه ما على باليش واش هي، اسمها ارفي الصغيره، بلد منشئ الهند. وكاين هذه اسمها سورانيم، سورانيم يعني الهند، ما على باليش يعني فاش يستعملوها. كاين البطاطا هذه حجم صغير، وكاين هذه اللي تشبه اللوبيا فاصوليا، وهذه الاسم تاعها جاك فروت، بلد سريلانكا. وهذه هي القرعه، البلد قطر. كاين هذه باذنجان، كاين النوع هذا تاع الباذنجان، وكاين هذا وهذا قطري، وكاين حتى هذا بلد منشأ قطر، وكاين هذا النوع قطر، وكاين حتى هذا النوع، يعني كاين بزاف انواع. هذه ما على باليش واش هي، الاسم تاعها هذا هو كحلابي، وهذا هو الكركم اللي نستعملوه في الاكل. اما بالنسبه للموز كاين هذا النوع اللي نعرفه كامل، كاين هذا النوع يكون حجم صغير حجم كبير، وكاين هذا باللون الاحمر. المنطقه بزاف ناس يشتوها، وكاين بزاف انواع هنايا، حنا رانا مقاطعينها. يبيعوا فيها بزاف انواع، منها الطومو، كاين حتى فواكه مجففه، ومنها المكسرات، وكاين حتى انواع الحلويات البهارات. وهذا الفواكه المجففه، هذا اناناس مجفف، وهذا الكرز، وهذا التوت، وهذا كامل مكسرات. هذا تمر إيراني، تمر تاع تونس، وهذا تاع السعودية، وهذا تاع السعودية، السعودية أو قطر. يعني شوفوا فقط هذا كيفاش مخدوم، وهذا اللوز بالقشرة تاعو، وهذا برازيلي، وهذا البندق، وهذا الجوز يقولوا له مكسرات عين الجمل.
وهنا المنطقة اللي يبيعوا فيها الخبز، يعني كاين عدة أنواع تاع الخبز اللي الأكثرية يستعملوا منايا. هذا هو الخبز تاعهم، هذا حجم كبير وكاين حتى حجم صغير. هذا خبز أبيض أوكي، وكاين حتى الخبز الأسمر. كاين ناس اللي ما يحبوش يعني يأكلوا الخبز الأبيض، كاين هذا الخبز الأسمر والسعر يعني 1 ريال. هذا خبز أسمر وكاين هذا النوع خبز أبيض، يعني يختلف عن النوعية الثانية. الخبز عندهم هنايا دايرينو داخل غطاء ولا كيما هكذا، هذا حجم صغير وهذا كبير. كاين حتى هنا أنا ديت وحدة، أنا الأكثرية نجي للبلاصة هذه خاصة متعود نشري الدجاج. اليوم داروا بروموسيون يعني وحدة ب10 ريال، بالدينار الجزائري تقريبا 59,000 ولا 60,000 وان نورمال نو سبايسي، يعني حار وهذا نورمال. This from India or Bangladesh؟ India. You can tell me what is name؟ سيميا. سيميا. And this؟ حلوة. هذه حلوة. هذه بالجاج. هذه بط مشوي وكان عندهم هذا الأكل. هذا كامل ديك رومي مشوي. ادينا هكذا الدجاج والخبز وكان ذو سلطة. هذه سلطة يونانية احنا راح ناخذ منها. برادر اونلي 3 ريال. ثانك يو. يلا. وهذه الفاكهة اسمها جوافة. هذا هو جوز الهند، يعني اللي يحب يشرب ماء جوز الهند يعني طبيعي يشري وحده كيما هذا. هذه فاكهه، شوفوا فقط الطريقه كيفاش داروا جوز الهند. هذه طماطم. طماطم يعني كاين بزاف انواع تاع الطماطم. فاكهه التنين. هذا التفاح يسموه تفاح كرز الصيني. بطاطا حلوه، بطاطا باللون الاسود، كاين باللون الاحمر، كاين باللون هذا. هذا الليمون، شوفوا الحجم تاعو كيفاش داير والشكل تاعو. وهذا الملفوف حجم صغير. وهذه الاسم تاعها هندي باء هولندية، كاين بهذا الشكل وكاين بهذا الشكل. وكاين حتى الكوسة بهذا اللون، اللون تاعها الاصفر. هذه باللون الاخضر بلد اسبانيا. وكاين حتى القرنيط باللون الاصفر، وكاين القرنيط باللون الابيض. وهذا بروكولي. هذا التوت كولومبي يسموه التوت الذهبي، هذه يسموها فاكهه الثعبان. وهذه الفاكهه اسمها كيوانو. وهذه الفاكهه اللي يسموها غرناديلا هي كولومبيا. هذه الفاكهه كولومبيا اسم تاعها ناراجيلا. وهنايا وين يبيعوا الحشائش، النعناع، الكسبر، المعدنوس، البسباس، البصل، وهنايا السبانخ. وكاينه هذه اول مره نشوفها، شوفوا فقط الشكل تاعها. اسم تاعها اوراق الطبل، ما على باليش فاش يستعملوها. وهنا يبيعوا يعني دجاج مجمد، عملوا تخفيض يعني 2 كيما هذو بسعر 27 يعني بالدينار الجزائري 150,000. وكاين هنايا صدور الدجاج بسعر 35 يعني بالدينار الجزائري حوالي 200,000، 200 دينار جزائري. وهنايا كاين فريت مجمد فرنش فرايز، هذه السعر تاعها 8 ريال اللي هي 47,000 دينار جزائري على حسب الكمية. كاين هذه يعني شوف الطريقة تاعها كيفاش مقطوعة، وكاين هذه حجم كبير وهذه أكبر، يعني شوفوا الحجم تاعها. دجاج يعني شكل مختلف وكاين بهذه الطريقة. وهذا الصلامي أو الكاشير. وهذا الأسماك المجمدة، كاين حتى الروبيا. وهنايا خضر مجمدة. وهنايا الآيس كريم، آيس كريم. وكاين حتى هنايا البوراك، هذا بوراك فيها كيلو 400 بسعر 15 ريال. وهذه يعني حجم صغير بسعر 6 تقريبا 7 ريال. وهذه صدور الدجاج يعني عاملين عرض 2 كيلو بسعر 35 ريال. وهنايا صدور الدجاج
كاين هنايا كبادي الدجاج بسعر 5 ريال 8 ريال هذا كامل دجاج مجمد. بالي اول مره تشوفوا هكذا بيتزا داخل ثلاجة هي طايبه يعني فقط يعني تسخنوها وتولي كيما كانت. ثاني برجر يعني طايب وكلش يعني فقط تسخنوه. هذو كامل عباره عن وجبات يعني مطبوخه فقط يعني تسخنوها وتولي كيما كانت يعني الناس اللي ما تحبش تطيب. خوتي لحقنا نهايه تاع الفيديو ان شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وبارطاجيو هذا الفيديو وخلوا لنا تعليق.